سلام يا احلى متتبعين قناه خديجه صانين، معكم خديجه. كنبغي نرحب بكم كاملين وبالناس اللي زادوا انضموا للقناه، كنقولكم مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم البنات غادي يكون تصوير من عند منال هي اللي صورت لكم هذا لا فيديو، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. درنا لكم واحد التويره عند الشينوا البنات، انا بصراحه كيعجبوني الحوايج ديالهم، زوينين بحال تقولي مكومونديهم من شي اين ولا شي حاجه، انا كيعجبوني صراحة. إذا بغيتو هاد المحلات البنات راه معروفين هنا في ميلوز، هاد البلاصة البنات بالنسبة للناس اللي ما ساكنينش في ميلوز، هادي افني تكون ماخ اللي هي اللي معروفة بمحلات ديال الشناوة ولا ديال الشينوا، كلها كتلقاي من راس حتى الراس كلهم شينوا. نخليكم البنات وفرجة ممتعة ان شاء الله، ما تنساوناش من اللايك ديالكم والتعليقات الزوينة كيف ما عودتوني دائما، واللي مازال ما اشتركش في القناة ينضم للعائلة ديالنا، مرحبا والف مرحبا بكم. نتعمدنا نصور لكم في هاد الفتره هذه لانهم حاطين سولد ومازال السولد عندهم البنات. بحال هاد الزبيبطات هادو كانوا كيديروا 20 اورو ناقصين فيهم 5 اورو، كديهم غير ب 15 اورو. شوف البنات كيجي كلاس في الحطه في اللبسه ديالو، غزال بزاف هادو، كيعجبوني هاد الديكور هذا. هاد الصنيدلات حتى هما هما ناقصين فيهم البنات، هما مخلينهم غير بدي 6 اورو. صراحة عند الشينوا كتلقاو كلشي البنات، سبيبطات صنيدلات ليبوت، عندهم داكشي مخلط، وسبحان الله دائما حاطين الصنادل ديال الصيف، حاطين كلشي، يعني في اي بيريود مشيتي كتلقاي اللي بغيتي كتلقايها. على الصنيدلات كيعجبوني بزاف حتى هما كلاس، هذا زويونين كيجيو مع مع التكيشطات هكا مع اليغوب، مع كيجيو مع كلشي بصراحه. هاد الصبابط مازال حاطينهم حتى هما مازال متواجدين معنا، ما كيدي موضوش بصراحه. وهنا غادي ندوزو للبلاصه ديال الحوايج. شوفوا لي البنات هاد لونسومبل شحال غزال بالسروال ديالو، وشوفوا لي كولور اللي فيهم. غادي نرجعو ثاني للصبابط، مالكه منال كنا في الحوايج صدقنا في الصبابط ماشي مشكل. بغيت توريكم منال بصراحه سمحوا لي البنات، بغيت توريكم اقل لي بوطات باسكو منال من عشاق لي بوطات. بالنسبه لهذا المحل البنات راه غادي يكون كتعرفوه بزاف، لانه هو المتميز في افوني تكون ماخ، وكتلقاو حتى في كتلقاو حتى الفيترينا ديالو كيحط دائما حوايج جديد. هنا هاد لي فانس هادو، السكان حتى هما راه دايرين ليهم لي برومو. السكان عندهم اشكال وانواع البنات، غادي نمشيو لهاد لي فيست اللي ما عندهمش لي مونش غزالين. هادو البنات جايين دايرين بحال الكوير، هو ماشي كوير مي لا ماتيير ديالهم جايه هكا بحال الكوير، كتكون قاصحه هكا لا ماتيير ديالهم، زوينين بزاف. ما عندهمش لي مونش، كاينين طوال كاينين قصار، كيجيو في اللبسه غزالين غزالين بزاف. هنا غادي نمشيو نشوفو اشنو جابو في لي بوطات. هادو هما الالوان اللي خارجين دابا اللي دارجين على الموضه، هما هاد لي بيج وهاد البلون، وكانوا دايرين لهم السولد البنات ناقصين ليهم في الاثمنه. نتمنى اللي مازال ما مشات وشافت هاد المحلات طرف فيهم دويره هكا، ربما تلقى داكشي اللي بغات. شوف تبارك الله هاد لي بوطات شحال زوينين كيجيو بهذيك السنيسله من هنايا في الدوغي. هذا غير يتلبس غادي يبان غزال البنات. والسولد ديما حاضره البنات، راه ناقصين في الثمن.
هنا هاد لي فيست هادو تا هما اللي فيهم نماتيغ بحال الكوير بحال الفوغيغ تا هما راه خارجين على مود دابا. صراحه عندهم فيستا طوال، عندهم حويجات طوال زوينين بالنسبه للبنات المحجبات، يعني غادي تلقى داكشي اللي بغات. عندهم هاد لي بول هادو تا هما خارجين على مود زوينين بزاف، حتى الاسمنه ديالهم راه مناسبه بزاف. كاين هاد لي شوميز هادو، هادو التوب ديالهم شويه بارد، وكاينين لي التوب ديالهم شويه بحال كاشمير. هاد لي بول دايرينهم غير 13 اورو، كيجيو بالسطيفات هكا غزالين. وهاد لي فيست صومونش، عندهم حتى هاد لي شوميز بلون اللي كيجيو من الفوق ديالهم دايرين لي واحد تيجي لي هكا في الكوير. سومي لي كوير بصراحه، وما راه ما كاينش الكوير فري الفري فري، راه كيتباع بالاثمنه البنات راه ماشي. وهنا هاد لي جيلي طوال حتى هما زوينين، كيلاقوا البنات المحجبات. شوفوا دايرين لهم غير 18 اورو، كاينين في الالوان. هاد لي شوميز هادو دايرين شويه كاشمير، هادو بحال كاشمير، هادو شويه غلاض تقدر تلبسيهم غير بوحدهم. وكاينين الطوال وكاينين القصار. كاينين ثاني هاد لي هاد لونسومبل هذا كيجي بالسروال والاو ديالو، وكاينين اللي كيجيو هكا على شكل صيغي من التحت، وكاينين اللي شويه عراض. ما فيها باس، نشوفوا لي شوميز ديال نسمو، نشوفوا لي بيجاما اللي عندهم، شوفوا شوفوا شنو عندهم. وهنايا غادي نرجعوا البنات لي شوميز القويم جات. شوفوا هادو دايرين بحال القطيفه، بالنسبه لينا حنا في المغرب كنقولوا هذه هي القطيفه البنات. بالنسبه للاخوات الجزائريات القطيفه عندهم هي المبره اللي كنقولوا حنا عليها المبره، غير باش نوضح للبنات الفرق ما بين هنا وهنا. حنا القطيفه هما هاد اللي وريتكم دابا، هذه اللي فيها الخطوطه هذيك هي القطيفه. بصراحه عندهم داكشي زوين. هاد لي بول هادو تا هما كيجيو زواونين تا لتحت، شوفو 22 اورو. غير الميزه اللي فيهم البنات حيت فيهم دوك الصديفات في الدوغي، عاطينهم واحد اللمسه. كنعطيكم غير فكره هكا البنات على اشنو كاين واشنو تواجد عندهم. الا عندكم شي وقيات وكنتم مهتمين بصراحه، عندهم حويجات غزالين بزاف. هاد لي جيب هادو ديال الكوير، كنستسمح منكم البنات التصوير ديال منال ما ركزت صافا، مره كتركز على الاسمنه مره لا. هاد لي مونطو حتى هما زوينين وسخين. انا البنات كندير المونتاج على حساب الصوره اللي قدامي، راني كنحلل لكم في الصوره. هذه منال مشرفينا حبيبه ديالي انا كنحلل لكم هذاك، كندير معكم في المونتاج وكنشوف على حساب التصويره راني كندوي. هنا هاد لونسومبل هذا ديال الصيف مازال حاطينهم، هادو كيجيو بالسروال ديالهم، ما عرفتش علاش حاطين هادو دابا، مي هما صيفيين هادو. عندهم حتى هاد جوغينغ هادو بالسروال ديالها وسخين سخونه من الداخل، شوفوا لا ماتيير من الداخل ديالها سخونه. ايوا هنا ما نسيتناش لاله منال من لي غوب، ها شوفوا لي غوب تما، هادي زوينه البنات، شوفوا شحال غزاله. لاله بنتي عندها الذوق، زيد يا منال زيد وانا كنتفرج حيت ما كنتش معاها البنات، التصوير ديالها بوحدها مشات بوحدها صورات ليكم، سي بوغ سا انا تانا كنتفرج بحالي بحالكم.
هاد لي فيستا مناقصين منهم. فين ما تشوفوا بنات تيكيتا حمراء عرفوا راهم ناقصين، ديري لا سولد. وفعلا شوفوا كانت كدير 32 ورجعوا ل 20. هادو في الدان، هاد لي فيست هادو بالدان. هنا غادي نمشيو للجينات. بصراحه شينوا عندهم الجينات غزالين البنات، انا كيعجبوني الجينات ديالهم. كاين هاد السراول حتى هما سخان هادو. هادي الصوف البنات كيديروا قال هادي ساتوغو. وحاجه اخرى البنات، راه بلاتي قبل ما نقول لكم البنات، هنا تيرني هاد بصراحه البخي ديال هاد البيري. انا كنت كنقلب عليهم البنات وشوف بنتي بالصدفه راه مصوراهم، عرفتي ولا كنتفرج معاكم. دابا كتب لي 4 اورو كنقول علاش بنتي ما جبتيش ليا معاك، علاش جيبي لي جوج ولا ثلاثه؟ لان في المارشي كيبيعون بواحد الثمن اللي هو مرتفع بزاف، كيدير لهم 10 اورو. يعني مقارنه 4 اورو مع 10 اورو راه تجيبك جوجات ولا ثلاثه. هنا ما نساتناش لالا منال من لي غوب سواغي، عندهم هنايا حتى لي غوب، عندهم غزالين بزاف البنات. عفيت مني صورت لكم واحد لا فيديو فيه هادشي ديال لي غوب، عندهم زوينين كيحمقوا بصراحه. شوفوا البنات، ما عرفتش شنو كنت بغيت نعاود لكم قبل ونسيت. فاش شفت هذوك البيريات بغيت عجبني الثمن. غادي ان شاء الله غدا ولا غدا غدا الاثنين، فوالا اليوم كندير لكم البنات المونتاج يوم الاحد. صورات هادشي البارح السبت، وغدا ان شاء الله الاثنين نمشي نضرب عندهم دويره الا لقيت هذوك البيريات مازال حاطينهم، لان فعلا 4 اورو صغيه. وهنا البنات هادو لي شوسور تاني حاطينهم سولدين. لي هادو الحضور البنات تلبسوهم غزالين بزاف هاد الصبيبطات. اسمينه ديالهم 12 اورو البنات صغير، يعني اسمينه راه ناقصين. واللي بغي ياخذ حتى هادو يخليهم حتى الصيف، هاد الصندالات ديال الصيف حتى هما ناقصين منهم. هنا بصراحه لي بوطات على الاشكال وعلى الانواع بصراحه كاين موجودين. انتما حاطين لهم غير ب 10 اورو هذوك لي بوط. بصراحه حتى شي نوع ملي كيدير السولد كيدير سولد زوين، كينقصوا في الاثمنه. حنا غادي ندوزوا لبلاصه ديال لي مونطو. هاد المونطو في البيج، انا كيبان ليا بيج ديري لي 28 اورو صافا. كاين حتى في الكراميل، شوفوا لي هاد لي غوب ديال سومي لي كوير ولا كوير هكا. شوف لا ماتيغ ديالو زوينه طبيعه الحال، ماشي الفريره باين، ولكن لا ماتيغ ديالهم زوينه. انا هاد لي بول طوال حتى هما خارجين كاينين بزاف موجودين بزاف. ستاشر اورو صافا، نقصو ليهم من الثمن، كانوا كيديرو 18 اورو. والالوان اللي فيهم، فيهم الكغي نواغ، شوف فيهم كلشي الالوان، ها لغوج غوز. بصراحة الانسان يضرب غير دويرة تماك، راه عندهم كلشي ميزات تماك عندهم. شوفوا هاد لي فيست هما زوينين هادو، جايين انيقين بهاد الفوغيغ اللي فيهم والثمن ديالهم. شوف ناقصين فيها البنات، دايرين ليه 58 اورو.
البنات الفيديو ديالنا غادي يوشك على النهايه ديالو، ما تنسوناش ملي لايك وزيدوا بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يضغط على زر الاشتراك ويضغط على الجرس باش توصل باي حاجه جديده حطيتها غادي توصل بها. اقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.